سلام عليكم، ازيكم؟ قبل ما ابدا الفيديو ده انا احب اشكركم جدا على كميه الدعم اللي لقيته في اخر فيديو وكميه الرسائل اللي جات لي على الفيسبوك دعما للقناه، فربنا يخليكم يا رب ورب يدين محبه. وتاني انا بحب اكرر الكلمه دي قوي، انا مش محلل ولا سياسي ولا اي حاجه، اعتبرني واحد صاحبك اخوك، او لو حضرتك كبير في السن شويه يبقى انا في مقام ابن حضرتك. فانا متشكر لحضراتكم جدا. خش بقى في الموضوع على طول. المرة دي انا جايب لك خبر مش هسمعه في حتة تانية خالص. ما تقلش ومش هيتقال غير هنا من خطورته. ليه؟ لان انا في اخر فيديو اتكلمت فيه عن سد النهضة جيت قلت لك ايه؟ قلت لك ابي احمد الراجل اول ما اعلن ان هو نازل جبهة القتال مسار الحرب اتغير، فالراجل ده جاي له دعم، وما كنتش فاهم الدعم اللي جه لابي احمد ده ازاي يجي بالكمية اللي تسمح له بتغيير مسار المعركة، ان هو يقدر يغير مسار المعركة مش في اشهر ولا في اسابيع، في ساعات. يعني الراجل ده اول ما نزل الحرب كلها اتغيرت، معنى كده ان هو جاله دعم غير طبيعي من قوه كبيره. فكان الحل ان الصين اعلنت عن زياره وزير خارجيتها لاثيوبيا يوم 1 ديسمبر. وجيت هنا قلت لك لا، اقف عند الزياره دي، الموضوع خطير جدا. انت بتتكلم ده وزير الخارجيه، ده مش سفير او مبعوث، اقف قدام النقطه دي، ده وزير الخارجيه الصيني بذات نفسه يجي اثيوبيا، بلد فيها حرب اهليه. قول لي اخر وزير خارجيه زار اثيوبيا امتى؟ مفيش. After attending the forum on China-Africa cooperation in Senegal, he met with the country's deputy prime minister, and his arrival comes with Ethiopia in a war with fighters from the north. At a news briefing, Wang stressed the friendship between China and Ethiopia and expressed confidence that Ethiopians can resolve the conflict in their country. أنتوني بلينكن لما كان حابب يحل مسألة الحرب الأهلية دي ما راحش زار أثيوبيا، كان بيكلمهم من بلد تانية مجاورة، إنما ما كانش في أثيوبيا أصلاً. ما راحش زار اثيوبيا. فانت بتتكلم وزير الخارجيه الصيني يجي اثيوبيا في الظروف دي، ده دعم غير طبيعي، وده مفتاح لحل كل الاسئله اللي في دماغك. مين اللي بيدعم سد النهضه؟ لان كان طلع اقاويل وطلع كذا مقاله بتقول لك ان اثيوبيا واخده قرض من الصين لتمويل سد النهضه. تاني حاجه، طلع السفير الاثيوبي داخل الصين بيتكلم ان الصين هي دعمت شبكه الكهرباء اللي خارجه من سد النهضه وهتروح دول الجوار. دلوقتي بتتكلم على زياره وزير الخارجيه الصيني لاثيوبيا. وجيت قلت لك الموضوع كله الصين مش شايفاك في الحرب دي، او مش شايفاك في ملعب اثيوبيا خلاص. هي اكيد عامله لك اعتبار بس مش انت المقصود. المقصود كله ان الصين تسيطر على اثيوبيا وتاخدها من الغرب او تاخدها من امريكا بالذات. وعلى فكره جو بايدن كان حنين قوي وهو بيفرض عقوبات على اثيوبيا مراعاه للموضوع ده، ان هو مش عاوز اثيوبيا تروح ناحيه الصين. فالصين شافت دلوقتي الحل الامثل واللعبه الصح تستحوذ بيها على اثيوبيا انها تدعم ابي احمد، وبكده يبقى ضمنت ولاؤه لو فاز بالحرب. اكيد اكيد هيفضل مع الصينيين بشكل كبير، وهيبقى كل حاجه مع الصين، كل حاجه في اثيوبيا هتبقى صيني بعد كده، وده اللي عاوزاه الصين بالظبط. فالحركه اللي اتلعبت حركه ذكيه جدا، بس الحركه دي سبقها خبر مش هسمعه غير هنا، خبر خطير جدا جدا. ايه اللي حصل؟ انا قلت لك زياره وزير الخارجيه ده كانت 1 ديسمبر، 1 ديسمبر الساعه 9:45 دقيقة الصبح نزل خبر في موقع التلفزيون الصيني. بص انا هشرحه لك بالظبط، هو مكتوب CGTN China Global TV Network، موقع التلفزيون الصيني او وكالة الانباء او زي ما انت عاوز تقولها يعني، خلاص. بس هو موقع التلفزيون الصيني قال لك ايه بقى، واسمع الخبر اللي هيطلع ده. قال لك على فكرة ده وكالة سبوتنيك الروسية، عشان بس ابقى صريح معاك، يعني وكالة سبوتنيك الروسية جالها تسريب ان حصل اجتماع بين قوة غربية وجبهة تحرير تجرية. ايه رأيك بقى؟ ده اجتماع مسرب طالع لوكالة سبوتنيك الروسية. طب الخبر ده طلع امتى؟ يوم 25 نوفمبر، محدش في العالم اتكلم عليه. انا حتى دورت على الخبر في سبوتنيك معرفتش اوصله بصراحة، بس انا وصلت للموقع ده، والموقع ده حد يعني عزيز عليا جدا ودماغه تقيلة جدا هو اللي بعتهولي. قال لي بص على الخبر، الخبر نازل قبل زيارة وزير الخارجية لاثيوبيا. شوف الخبر نازل امتى. اجتماع مسرب ده ممكن يكون اجتماع اي كلام عادي، اجتماع تافه. انا عاوز اقول لك لما تعرف تفاصيل الاجتماع اللي حصل مع جبهه تحرير تجري هتضرب كف على كف، اجتماع غير طبيعي. مين بقى؟ فيكي هادلستون. فيكي هادلستون دي دبلوماسيه امريكيه سابقه والقائمه بالاعمال الامريكيه في اثيوبيا، ماشي، زي سفيره كده خلاص بس سابقه. دي عملت اجتماع عن طريق الزوم. زوم ده حاجه زي سكايب يعني، عن طريق الفيديو يعني، كونفرنس يعني، خلاص. انت شايف على الشاشه اللي قدامك بس مش شايفه
على الطبيعة يعني، خلاص بيتكلموا عن طريق التليفون أو بيتكلموا عن طريق الكمبيوتر يعني. فهو ده معنى تطبيق زوم يعني. فالست دي عقدت اجتماع مع مين بقى؟ عقدت اجتماع مع برهاني جبري كريستوس. مين برهاني جبري كريستوس ده؟ ده يا سيدي سفير اثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة فترة حكم جبهة تحرير تجري. يعني ده ايام جبهة تحرير تجري ما كانت بتحكم اثيوبيا، كان هو سفير اثيوبيا لدى الولايات المتحدة. مش بس كده، ده كان وزير الخارجية كمان من سنة 2010 لحد 2012، حد منصب حساس جدا. فيكي هادلسون دي قالت لبهراني ده، قالت له انا نفسي اشوف جبهة تحرير تجري بتنتصر. خد بالك من الكلام بقى، التلفزيون الصيني يا باشا، قالت له نفسي اشوف جبهة تحرير تجري دي تنتصر، كلام خطير جدا. وقالت له اتمنى ان جبهة تحرير تجري تحقق انتصارات عسكرية قريبا جدا. بهراني قال لها لا ما تقلقيش، احنا عندنا دعم كافي واسع واحنا ماشيين كويس بخطوات ثابتة، وانا مش عايزك تقلقي خالص لو انت فاكرة ان احنا عاوزين نسيطر على الحكم او حاجة زي كده، احنا مش ده غرضنا، احنا غرضنا وهدفنا الاساسي هو اسقاط ابي احمد، انما مش عاوزين نرجع الحكم تاني او نسيطر على الحكم تاني. خلي بالك ان فيكي دي اهم سبب ليها واهم قلق ليها هو جبهة التحرير التجري لو دخلت العاصمة هتعمل ايه. فده كان السؤال الابرز. هذه هي الاستراتيجية. اذن حشد أبي أحمد كل ما يمكن من أسلحتنا، ثم خلع عباءة نوبل وارتدى عباءة الحرب وانطلق إلى الجبهة متوعداً جبهة تجري بالدفن. ومع آخر قرارات حكومته بمنع وسائل الإعلام من نشر تطورات المعارك، نبقى في انتظار خبر رسمي من اثنين: جبهة تجري تتراجع إلى داخل إقليمها، أو اتفاق على التفاوض، أو ربما خبر ثالث مختلف تذيعه جبهة تيغري من أديس أبابا. في وسط المحادثة دي ما فيكي بتكلم بهراني، واحد دخل في الحوار اسمه ايه؟ اسمه دونالد ياماهوتو. مين دونالد ياماهوتو ده؟ ده السفير الأمريكي السابق لدى أثيوبيا. ايه رأيك بقى؟ تعالي بقى وشوف الحوار هيمشي ازاي. قال له على فكرة يا بهراني، أبي أحمد ده بيسمعش حد خالص ولا عاوز يسمع، ده كلام خطير جدا. وعلى فكرة بقى أبي أحمد ده يجب أن يرحل. ده التلفزيون الصيني، أنا بحب أكد على معلومة إن ده التلفزيون الصيني. ده الكلام اللي طلع من الاجتماع، أو ده اللي تم بثه عن طريق وكالة سبوتنيك. بس مش دي خطورة، خطورة في حاجة تانية أكبر من كده بكتير. اوعى تفتكر إن الاجتماع كان بين الثلاثة دول، ده كان فيه ممثلين كتير من جبهة تحرير تجري، أو يعني أكتر من واحد، واللي قاعدين مش أمريكان فقط. ده معاهم مبعوث الاتحاد الأفريقي، مبعوث الاتحاد الأفريقي كان قاعد في الاجتماع ده. بلاش. سفير بريطانيا السابق لدى اثيوبيا روبرت ديوار، سفير الاتحاد الافريقي السابق تيم كلارك، سفير فرنسا السابق ستيفن جامبر، سفير اسبانيا السابق كارمن ديلابان، سفير فنلندا السابق لدى اثيوبيا برضه كريستي ارون او كريستي هارون بقى. مش دي اللي انا واقف عندها. شوف ده لسه في مفاجآت. استنى، ده احنا هقول لك حبه كلام. انا والله انا وانا بقرا المقاله دي يعني ما صدقتش نفسي. الامريكان بارعين في التآمر، بارعين. القاده حصل فين يعني؟ الناس الدبلوماسيين دول، الكبارة دول. شوف انت بتتكلم على كذا دوله، والاجتماع ده مجمع اللي موفق. يعني عاوز تفهمني سفراء الدول الاتحاد الاوروبي دول كلهم مع سفير امريكا السابق لدى اثيوبيا والقائمه بالاعمال الامريكيه السابقه لدى اثيوبيا، كل دول يتجمعوا فجأة؟ ما الموضوع غريب. طب اتجمعوا فين؟ بص بقى، الانترناشنال بيس ديفلوبمنت سنتر. ايه الانترناشنال بيس ديفلوبمنت سنتر ده؟ ده مركز السلام والتنمية الدولي. المركز ده بيجيله تبرعات اساسية من USAID. USAID اللي هي المعونة الامريكية. المعونة الامريكية دي تابعة لوزارة الخارجية الامريكية. ايه رأيك بقى في اللفة؟ لا لفة حلو. لفة حلو. والتأمر ما بيحصلش غير كده. عشان تتأمر على دولة أكيد مش هتودي دبلوماسيين حاليين. الكلام بيتفتح عن طريق دبلوماسيين سابقين. هتيجي تقول لي طب التلفزيون الصيني عارف منين؟ أو وكالة سبوتنيك. وكالة سبوتنيك في صحفي متخصص في الشأن الأفريقي اسمه جيف بيرس. جيف بيرس جاله اللقاء ده مسجل على تليفون وجاله لحد عنده. إزاي؟ محدش يعرف. اللقاء ده تسجل إزاي على التليفون؟ محدش يعرف. بس اللقاء ده تم تسريبه لجيف بيرس. جيف بيرس صحفي في سبوتنيك أذاع اللقاء ده. بس أنا معرفش إزاي ملقاش رواج الخبر زي ده،
بس كل اللي انا اعرفه ان التلفزيون الصيني اذاع او وضع الخبر ده على الويب سايت بتاعه او موقع بتاعه قبل زيارة وزير الخارجية. الصين بتقش اثيوبيا، الصين بتاخد اثيوبيا وش من الامريكان. اتفضل يا ابي احمد، دول اللي خانوك واحنا اللي جايين ننصرك واحنا اللي قدمنا لك الدعم واحنا اللي معاك. في ايه اكتر من كده؟ في ايه اكتر من كده؟ ما تستبعدش دور ايا من اجهزة المخابرات الروسية او الصينية انها تصرف اجتماع زي كده. اصلا فيش وكالة مخابرات هتيجي تقولك انا سجلت الاجتماع، بس هي الاجتماعات دي لما بتتسرب وتتسجل بتبقى الطريقة طالعة كده. مصر مش موجودة، مصر مش موجودة، بس انا عاوز اشرح لك مشهد عشان انت مش واخد بالك منه. امريكا عمرها ما صنفت جبهة تحرير تجري انها ارهابية ابدا، ولا قالت عليها انها ارهابية ابدا. وانا على فكرة كل فيديو كنت بطلع اسأل ليه امريكا او الامريكان ما بيصنفوش جبهة تحرير تجري انها ارهابية، برغم ان كل الكلام اللي طالع نقول لك احنا هنفرض عقوبات على كل المتسببين في الجرائم الانسانيه اللي حصلت في اقليم تجري. الموضوع ده خطير، الموضوع ده غير طبيعي، وفي نفس الوقت لما تيجي تبص على تحركات الامريكان يقول لك احنا جايبين الجيش بتاعنا في جيبوتي عشان ايه؟ عشان جبهه تحرير تجري لو دخلت هتعمل جرائم، صح؟ واحنا عاوزين نامن السفاره بتاعتنا. طب ما انت اصلا متفق مع جبهه تحرير تجري. يعني على فكره وزير الخارجيه السابق لدى حكومه تجري ايام كانت بتحكم اثيوبيا ده ممثل عن الجبهة كلها، يعني ده يا باشا المتحدث الرسمي باسم الجبهة تقريبا اعتقد، يعني ده وزير خارجية سابق. والاجتماع عنوانه كده اجتماع سري بين ممثلين من امريكا والاتحاد الاوروبي مع جبهة تحرير تجري للتآمر على اثيوبيا او على ابي احمد. كلام خطير، الاجتماع ده خطير جدا. الكلام اللي طالع منه اخطر، يقول له اصل ابي احمد ما بيسمعش حد لازم يمشي. هم لعبوها كده، ما تخيلوش ان الصين ممكن تتدخل، او ما اعتقدش ان هم حسبوها صح. مصر في الملف ده بتلعب بشرف في زمن عز فيه الشرف زي ما الرئيس قال. لحد دلوقتي مفيش اي اخبار ولا تسريبات حتى طلعت عن ان مصر بتدعم جبهه تحرير تجري، مع ان ده الصح. ده اثيوبيا وابي احمد بيبني سد عشان يعطشك، اقل واجب يعني سلاحين ثلاثه للتجري. ما طلعش التسريب اللي طالع ان الاتحاد الاوروبي والامريكان ليهم دور او ليهم كلام مع جبهه تحرير تجري، ودول ميليشيات بتوع تجري، دول ميليشيات هزموا جيش ووصلوا لحد العاصمه. ده ما يحصلش غير بدعم برضو، زي ما ابي احمد مش هيغير مسار المعركه في ليله من غير دعم، زي ما جبهه تحرير تجري مش هتقدر تهزم جيش لوحدها وتوصل للعاصمه من غير دعم برضو. الكلام ده خطير جدا، وانا عارف ان اكتر من فيديو بعد كده هيتعمل على الكلام ده، بس يعني اهم حاجه ان انت تكون عرفته في وقته. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نصر مصر. تحيا مصر، سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين اهاليك مدسوسه يا محروسه.